من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جميل يا رب. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. الله 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 يا رب. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها إن في
فقاتل
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يا أستاذ 40 سنة واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا نعم يا أستاذ حفظك الله يا أستاذ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما تقبل من الآخر إنما يتقبل الله من قال لأقتلنك قال إنما يتقبل
غير
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ. عشاء جو ہے وہ 7 بجے ہے، تو کیا پہلے نماز پڑھ لیں یا پروگرام جاری رکھیں؟ نحن کالمیت فی ید الغسال ماشاء اللہ. پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ان شاء اللہ، بریک بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. پھر نماز کے بعد ان شاء اللہ مفتی صاحب سے سنتے ہیں ان شاء اللہ، اور مولانا جنید صاحب بھی بات کی ہے، شیخ بھی بات. جی جی ان شاء اللہ نماز کے بعد. ٹھیک ہے ان شاء اللہ، پھر کھانا کھا کے اس کے بعد پھر پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو ٹھیک ان شاء اللہ کھانے، صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات. ٹھیک ہے ان شاء اللہ، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک، اذان دے دیں.